وبايديكم الى تالك. اش بيك شوفي مدخل راسي في بطوط عضو وانا؟ معناها تتصرف بمستوى هذا معناها انا تالك تاع شنو تالك؟ انت باش تعمل لي تالك؟ انت باش تعمل لي تالك؟ ربي قال لك ربي سبحانه وحمد لله انا ما عملتش الحمد لله انا مانيش عامل الغلط الله ورضيت الوالدين بحول الله لا باس. انت اقل شيء غلط في العباد اللي يسمعوا فيك. ما استلعوا اللي يجي وانتم نهار كل مقحفين لنا عباد في التلفز هالي لل هالي لل كانوا في مخه شيء. نعرف اللي يدخل الحبس كان واحد عامل جريمه. عملت جريمه؟ شو تقول لي؟ ليش تحكي لي بالحبس؟ انتم تعملوا في الجرائم جعايل وواحد تاكلوا في الكالامار ووجهك ابيض بيس وجهك ابيض هكاك. ما عند ربي عليك. ما عند ربي على خليك. يزي هو تسلي عني بيه. جعايل حركتوها البنات بالجعايل. انا باش نحي. هاي اسمع. يا ولدي البنات ياسطي العباد تسمع يا ولدي. يا ولدي انت والمهرجانات فلاين من افضل لاين كلمتين ندركي فيه ما نقولهم لكش بالتونسي نقولهم لك بالتونسي يا ما نحش يزي عيب عليك عيب عليك لقسم لقسم بيد ربي يا عزيز قبل ما حيكم المهرجانات انا مهرجانات ما تشرفش الثقافه انت كي تحكي هكا ما تشرفش حاجه باش الناس تسمعك سلم سلم ربي وكا السبع اللي غطاتك شيباتك والله خاطر محل بالهم مغطيين انا هذاك علي نقدر ومزقلة من لحية على الاخر يا فاطمة قد كانت ولا تطولي لنا بيضة ولا لنا بيضة كمل لك لونات نظر ديجا لابسها غادي هيا هكا عارف ولوكا كان الرافية كان قاعد نخزر لك نخزر لحقيقتك نعرفكم